يسعد صباحكم عن جديد، واهلا وسهلا بكل انضموا لبرنامج جوك مباشره على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بطقس العرب. وهلا صار في عنا فقره كثير مهمه وبتهم كثير طبعا اشخاص بيعانوا من هاي المشكله. طبعا بفصل الشتاء او بغير فصل الشتاء، ولكن تحديدا بفصل الشتاء بنحس انه في عنا نقص بفيتامين معين، بالاخر بيطلع انه هو فيتامين د. بدنا نشوف هلا مع بعض مع دكتور احمد العموري، طبعا هو اخصائي طب وجراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري، لنحكي اكثر عن علاقه نقص فيتامين د وهشاشه العظام. دكتور يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك بمكاتبنا بطقس العرب. جبناك بكير او متعود على الفئه بكير؟ لا احنا متعودين عشان العمليات اكيد، بس أكيد. الواحد بيصحالك بكير مخصوص، ما في مشكله. والله تسلم، يعطيك الف عافيه، يسعد صباحك مره ثانيه. دكتور، بالبدايه في كثير اشخاص ما بيعرفوا العلاقه بين نقص فيتامين د وهشاشه العظام. تمام، هلا هو قبل ما نحكي عن هشاشه العظام كهشاشه عظام، نقص فيتامين د او فيتامين د هو فيتامين من الفيتامينات الاساسيه للحياه. هو فعلا بدخل تقريبا تركيب كل خليه من خلايا جسمنا او باحد وظائفها. تمام، فهو ضروري مش بس للعظام، للعظام، للشعر، للبشره، للعين، لجميع تقريبا خلايا جسمنا. وهو فيتامين احنا بنسميه برو هرمون، يعني هو فيتامين مختلف عن باقي الفيتامينات لانه يتم معاملته مش بس كفيتامين، كفيتامين وكهرمون. نعم، هو اكيد ضروري لهشاشه العظام، اكيد مهم للعظام، ولكن الفكرة الأساسية إنه هو مش بس رح يسبب هشاشة العظام، لأنه مثلا بعمر صغير، قبل مثلا لما نيجي نحكي على صبي عمره 25 سنة على 20 سنة ما رح يكون عنده هشاشة عظام، ولكن نقص فيتامين د رح يسبب لها آلام عظمية مختلفة ومتنوعة. دكتور احنا بنقاطعك للأسف في خلل فني، ولكن بنرجع لك بعد الفاصل، معلش سامحونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل رجعنا مع الدكتور أحمد. حظك مش معك؟ مع عروض 404 المصممة بس لإلك، مو محتاج حظ. اتصل على نجمة 404 مربع أو حمل تطبيق أمنية واختار العرض اللي بناسبك. أمنية، انتمي. متابعينا مع دكتور احمد العموري، طبعا احنا اضطرينا نطلع فاصل صغير لانه كان في خلل تقني، ولكن هلا رجعنا مع دكتور احمد العموري نكمل في طبعا المشكله اللي كنا حكينا عنها قبل الفاصل. ما في مشكله، تفضل. احنا عم نحكي عن موضوع انه موضوع نقص فيتامين دي مش بالضروره انه هو يكون سبب رئيسي لهشاشه العظام، بالذات لما نكون نحكي عن عمر صغير، لانه هشاشه العظام مش موجوده رح تكون عند الشباب والصبايا. هشاشه العظام هي موجوده بنوعين او بشقين، عند السيدات بعد سن الامل، اوكي، او بعد انقطاع الدوره الشهريه، بالاضافه لبعد سن السبعين اللي هو ما نسميها هشاشه الشيخوخه او السيناين اوستيوبوريس. اوكي، فقبل هذا العمر ما في هشاشه، تمام، لكن فيتامين دي بيسبب نقصه مشاكل كثير كبيره. بتجيني صبي عمره 25 سنه، شاب عمره 30 سنه، دكتور انا عندي الام عامه بكل جسمي. يعني الاثار هي او الاعراض انه الام عامه بالمفاصل؟ اوكي، انا بحس انه في عندي خمول. طيب ايش اسبابها؟ ايش اسباب نقص فيتامين د؟ نقص فيتامين د هو المشكله انه احنا بناخذه بالاكل بكميه كافيه جدا، لانه تقريبا موجود بجميع منتجات الالبان، الخضروات الورقيه، تقريبا بكل اكلنا. نعم، مشكله فيتامين د اللي احنا حكينا ببدايه اللقاء انه هو برو هرمون، هو مش مثل الفيتامينات العاديه. نعم، هو احنا بناخذه بان اكتف فورم، تمام، بيحتاج انه هو يتعامل بطرق معينه من الكلى ومن الامعاء، وبيتخزن تحت الجلد بصوره اسمها فيتامين دي 2. اوكي، اوكي، الاكتف فورم هي فيتامين دي 3. اوكي، اللي بيفعل فيتامين دي 2 الموجود تحت جلدنا لفيتامين دي 3 هي اشعه الشمس. نعم، اشعه الشمس، مزبوط، تمام. عشان هيك هم بسموه فيتامين اوف ذا سن، يعني بالزبط، فيتامين بالزبط. الشمس وي نيد فيتامين دي، بالضبط، ولكن مش كل اشعه الشمس بتعمل فيتامين دي.
لانه بالشتاء مثلا ما في اشعه شمس بالضبط. هي على حسب خط العرض اللي احنا بنقع فيه. الاردن المنطقه اللي بتقع فيها اوكي صح. اشعه الشمس اللي فيها او طول اللينث الويف لينث تبع اشعه الشمس الموجود بالمنطقه اللي احنا فيها بالشتاء ما بيعمل فيتامين دي. أوكي. طيب هو امتى بيعمل فيتامين دي؟ بشهر 6 7 8 فصل الصيف. وامتى فصل الصيف؟ بين الساعه 9 وال11 الصبح صباحا اكيد طبعا بين ال4 وال6 بس برات هذا الوقت وقت قدرة خطر بالضبط. برات هذا الوقت قدرة الشمس أن هي تعمل فيتامين دي جدا قليلة تكاد تكون معدومة. أوكي. تمام. فبالتالي الشباب والصبايا اللي بيقضوها بالبحر الميت وبيعملوا تان هو ما بياخذ فيتامين دي هو بس بياخذ اللون. أوكي. تمام. فمشان هيك إحنا ثقافة التعرض للشمس مش موجودة عندنا. فمشان هيك بتلاقي إنه أغلب الناس عندها نقص فيتامين دي. بصير أنت بتطلب مثلاً فحص فيتامين دي لشاب أو لصبي يقول لك دكتور هي كل الأردن عندها نقص فيتامين دي. مزبوط. صح. مزبوط. وهو طب ليه ما كنا نسمع عنه قبل؟ لأنه فيتامين دي الطريقة اللي هو كيف نعمل الفحص بصورة دقيقة تطورت خلال خلينا نحكي آخر 10 years آخر 10 سنين. أوكي. تمام. قبل كانت طرق الفحص تاعته مش كتير دقيقة مش كتير أكيوريت فكان ما بنقدر إنه إحنا to make sure إنه عنده نقص فيتامين دي ما عنده نقص فيتامين دي. الرول تبعه بالعملية العلاجية ما كان كتير واضح ما كان كتير مدروس. تمام. الموضوع هذا اختلف بالفترة الأخيرة. تمام. طرق إنه إحنا كيف نشخصه اختلفت وتطورت بشكل كتير كبير. طرق علاجه اختلفت. الأكتيف فورم أوف فيتامين دي هلأ مثلاً بيتاخد حبة بالأسبوع أو مثلاً إذا عم نحكي عن النقاط صار في منها للبالغين وللأطفال مش بس للأطفال. تمام. يعني في طرق عدة وفي منه شراب. أوكي. بيختلف طبعاً على حسب قابلية الشخص شو بيفضل إنه ياخد كمية النقص اللي عنده. الشغلة الضرورية اللي لازم ننوه عليها فيتامين دي هو فيتامين زيتي. أوكي. شو يعني فيتامين زيتي؟ زيادته تمام ما بتنزل بإخراجات الجسم. صح. الزيادة منه سيئة بقدر نقصه. إن لم تكن أخطر. نعم. إحنا الفيتامينز نوعين. في عنا إشي اسمه water soluble vitamins, fat soluble vitamins. الفيتامينات الزيتية زي فيتامين دي لازم نحن نكون دقيقين في علاجها. نعم. يعني لازم المريض ما يأخذها على راسه. طب قديش وقت يعني الواحد ممكن انه مثلا يحس بتحسن خلينا نقول من اول استعمال؟ في ناس بتفكر انه اخذ فيتامين دي والله بلشت احس جسمي او مش حاسه بفرق. هو في عندنا ثقافه هاي لسه انه من اول استعمال بدي انا الاقي حالي منيحه. احكي لك عن تجربه شخصيه. انا مره كان في عندي نقص فيتامين دي اكيد فعملت فحص واعطوني الدروبس. Yes. بس انا صار عندي رياكشن بجسمي صار في عندي رده فعل صار تنفخات بوجهي. اوكي. وحطوا انه انا عندي حساسيه. الاشخاص اللي عندها حساسيه مثلا مثلي مثل اشخاص كثير بتعاني من انه فيتامين د او تركيبه فيتامين د او اي من تركيباته ممكن تعمل حساسيه. في شيء ممكن انه يعوض يعني طبعا. ممكن مثلا يكون في سبلمنت ثاني فيها فيتامين د. هلا ممكن تكون التركيبه صارت عندك من النوعيه الدوائيه. احنا زي ما حكينا هلا تركيبه فيتامين دي كفيتامين دي بتختلف بالصيغه الدوائيه تاعتها. نعم. لكن الكور هي مختلفه. الكور الطبيعي المفروض ما تسبب لنا حساسيه. فهي بتكون يعني الفارماسيوتيكالي التركيبه او الصناعه الدوائيه للمنتج اللي انت اخذتيه هي اللي سببت لك حساسيه. مش بالضروره انه الانواع الاخرى تسبب لك نفس الحساسيه. اوكي. طب كيف نعرف احنا شو الفرق؟ بيكون وقتها يعني لازم هذا الحكي من خلال الطبيب. احنا من خلال الطبيب. انه هو يكون قال لك مثلا ليتس سي انت اخذتي الدروبس. اوكي. فبدنا نجرب معك مثلا نوع معين من الكبسولز او التابس. اوكي. سو هو بيختلف بالضبط فارماسيوتيكالي خلينا نحكي التركيبه والعوامل الموجوده لمساعده فيتامين دي على الاذابه بالجسم تختلف من تركيبة لأخرى أو من نوع تجاري لنوع آخر. أوكي. فممكن أنت النوع اللي صار معك حساسية منه ما يصير من نوع تاني. فليس بالضرورة. فبنقدر وقتها نحن نغير النوعية اللي كنا بناخدها. بس طب شو مثلا ممكن أطعمة إحنا ممكن إحنا ناخد سبلمنتس أو يعني مكملات غذائية وممكن إحنا ناخد كمان طبعا غذاء أو أنواع ممتاز. من الغذاء ممكن أنه هي يعني تعطينا احتياجاتنا من فيتامين د. ايش ممكن تكون هلا المشكله انه مثل ما احنا حكينا احنا المشكله مش بالانتيك المشكله بالاكتيفيشن تاعته لانه احنا اصلا بكل اطعمتنا في فيتامين دي كلها تقريبا كلها السمك المنتجات الالبان الخضروات الورقيه كلهم حلو. تقريبا لكن هي المشكله انه هو كيف يتفعل من فيتامين دي 2 لفيتامين دي 3 ما في شيء بيعطينا الاكتيف فورم لا لازم يمر بال المرحلة تبعت التحويل من فيتامين دي 1 لفيتامين دي 2 لفيتامين دي 3 لازم هاي العملية تصير. تمام. فالفكرة الدواء بيعطينا الأكتيف فور. أوكي. فهي الفكرة يعني عند مرحلة معينة لما إحنا يكون عندنا نقص بفيتامين دي بعد ما نعمل فحص الدم
احنا لازم ناخذ الدواء. التحسن بيبدا تقريبا بعد اخذ الدواء لمده شهر. حلو. تمام، بيبدا الشخص يحس انه في فرق، يحس انه صار انشط، تركيزه اعلى، الالام العامه اللي كانت موجوده بالجسم راحت. يعني في علاج عن جد، يعني واحد طبعاً. اذا كان في عنده هشاشه عظام ممكن انه هلا بدناش نركز كثير على نقطه هشاشه العظام، لان هشاشه العظام علاجها مش بس فيتامين دي، اكيد يعني علاجها مشاكل اخرى وزي ما حكينا. طبعا هو جزء اساسي من علاج علاج الهشاشه، ولكن احنا بنحكي عن نقص فيتامين دي بشكل عام. هلا مش كل مرضى الهشاشه عندهم نقص فيتامين دي، بس ايفن ذو حتى لو انه مريض الهشاشه ما عنده نقص شديد في فيتامين دي، بيكون جزء من علاجه هو اخذ فيتامين دي ولو بجرعه احنا بنسميها المينتيننس دوز، الجرعه المحافظه او الجرعه الاستمراريه بس لا اكثر ولا اقل. طيب بفصل الشتاء شو ممكن بالضبط احنا نعمل خطوات لحتى احنا نحمي حالنا او ناخذ كفايتنا من فيتامين د لانه ما في شمس؟ تمام. ممكن مش الكل بيحب انه مثلا عنده حساسيات من منتجات الاجبان والالبان، في اشخاص كتير حتى ما بياكلوا خضار، يعني هم صح. عارفين انه الحلول موجوده ولكن احنا ما بنحب هاي الاكلات، مش مقبلين عليها، ما بتواتيهم. فايش ممكن يعني مش رح يعني المكملات الغذائيه لحالها ما بتنفع مظبوط؟ لا، المكملات الغذائية ما هي بتكون أصلاً علاجية تنفع. إذا عم نحكي عن الـ 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 الأشياء اللي هي التجارية اللي بتكون تركيز فيتامين دي فيها 500 انترناشنال يونت 600 انترناشنال يونت، هاي ما بتكون كافية. أوكي. لكن إحنا بنحكي على المنتجات خلينا نحكي المكملات واللي هي بنفس الوقت دوائية يعني ثيرابيوتيك، وبتختلف من شخص لآخر أكيد طبعاً. حسب كل واحد شو بيحتاج. زمان إحنا كان عندنا في فورم واحد بالأردن اللي هو حبوب، وكانت حتى الحبة تبعته كتير كبيرة وبتضايق كتير من الناس، لك دكتور حبته كتير كبيرة. تمام، هلا صار في انواع عديده كثير. تمام، ما بين المنتجات المحليه والمنتجات الاجنبيه اشياء كثيره. تمام، وفورمز مختلفه ما بين الحبوب كبسولات. ايش الفرق بين الحبوب والدروبس؟ خلينا نحكي الامتصاص والاستمراريه تبعت الدواء. يعني الحبوب بالعاده هي بتكون حبه اسبوعيه او على حسب النقص. تمام، على حسب كميه النقص، وبعدين حسب الجرعه تاعتها اسبوعيه. لانه احنا في عندنا حبوب تيجي عيار 1000 عيار 2000 عيار 5000 عيار 10000 عيار 20000 عيار 50000. فبناء على جرعه الحبه اللي انت عم تاخذها هذا واحد. اثنين، على حسب هي كبسوله او بتيجي جيلاتينيه او حبه عاديه. اوكي تمام، كل هذول بيفرقوا بطبيعه الامتصاص. فيتامين دي زي ما احنا حكينا فيتامين زيتي. شو يعني كمان فيتامين زيتي؟ يعني بيحتاج انه احنا نكون ماكلين وجبة. أوكي. مش وجبة حواضر، وجبة غدا عشان ناخذه نستفيد بسمة. منه. تمام. يعني وجبة يعني تخلي تحفز العصارة الصفراوية الموجودة بالمرارة إنها تطلع عشان تساعد بهضمه وامتصاصه. يعني هاي نقطة كتير مهمة اللي عم بيشاهدونا هلا، إنه لازم يكونوا على الفيتامينات اللي فيتامين د الزيتي يكونوا مكلين وجبة دسمة قبل ما ياخذوها. مش على كيفهم، حسب الدكتور شو بيقول. بس مش يعطوها منسف كل يوم وينصحوا ويزعلوا منا بعدين. لا، يعني وجبة زيتية يعني القصد إن هي مش وجبة فطور أو عشاء، وجبة غدا. تمام، هلا هذا انحل كمان، هذا كان بال خلينا نحكي الفورمز البدائيه. نعم. الان صارت عم تيجي نوعيات بنسميها احنا جيلاتين كوتد، يعني بتيجي هي اصلا زيتيه، فحتى لو انت اخذتها مع فطور بتستفيد منها. حلو. فهو يعني الاشكال الموجوده او الفورمز الموجوده لفيتامين دي اختلفت وتطورت كثير. نعم. تمام، فهاي مثلا ميزه خلينا نحكي الشراب او الدروبس او حتى الجيلاتين كبسولز عن مثلا الحبه العاديه او عن الكبسولز. بس بالاخر هو بيرجع كلهم فورمز مفيده وكلهم فورمز بتساعد المريض، بس كيس باي كيس. كيس باي كيس، يعني كل مريض بيناسبه الدواء اللي بيناسبه، مش بالضروره انه النوعيه هاي تناسب الشخص الثاني. لانه هي موجوده هذه الفكره بصراحه بمجتمعاتنا العربيه، ما بدي احكي بس بالاردن، هي بكل محل خصوصا عند العرب، لانه انت بتلاقيه اون ذا شيلف وين ما كان بياخذوه. الكل بياخذه، كل العيله بتاخذه. كل العيله بتاخذه، انا اخذته استفدت عليه فبياخذه. فعمليا الفرد يعني من هذا كمان الجيران ياخذوه. اي حدا، انا اي حدا مثلا والله فيتامين د ممتاز، ما في شمس خذ فيتامين د، وهذا الحكي جدا مؤذي. فلازم صح. يكون ماخوذ عن يعني عن يعني درايه صح. وكمان يعني واحد يكون في عنده وعي 100% انه هذا يعني حتى اي حتى الفيتامينات بشكل عام طبعاً. ما بتاخذ كيف ما كان اون ذا شيلف. صح، لانه يعني بالذات نركز على اللي هم الفيتامينات الزيتيه او الفات سوليبل فيتامينز اللي هم فيتامين اي دي واي وكي. اوكي، فيتامين سي وفيتامين بي عادي سي كل يوم بناخذه، كل صباح بناخذ فيتامين سي. هلا فيتامين سي التجاري اللي هو اللي بيجي الاقراص زيادته، هذا يختلف عن الفيتامين سي الطبيعي باي ذا واي. اكيد لحظه عيد النقطه لانه انا بتهمني، لانه انا كثير باخذ فيتامين سي الاقراص. فيتامين سي الاقراص زيادته ممكن تعمل حصاوي بالكلى. لا، هي حبه قرص واحد من هون. ما هو اذا انت مستمر عليه لفتره طويله ممكن يعمل حصاوي بالكلى.
أوكي. لكن فيتامين سي اللي هو بالنورمال فورم بالموجود بالكلمنتينا بالبرتقال برضه بناخذ هذا غير ضار، هذا لو اخذتي منه من هون لبعد بكره سوري الزياده طبعا. منه بتم افرازها بالبول لانه ووتر سولبل فيتامين وهي من حكمه ربنا. بس الاشكال التجاريه من انواع فيتامين سي زيادتها او الاستمرار فيها لفتره طويله ممكن انها تسبب حصبه بالكلى برضه بقطع يعني انا واشخاص كثير اكيد بنقطع يعني فهي الفكره. في سؤال كثير عم بيطلع على السوشيال ميديا بيسالوا انه بدهم الطريقه الصحيحه للتعرض لاشعه الشمس خصوصا بفصل الصيف. تمام. يعني في ناس مثلا بتحط واقي الشمس بتقول لك طب انا بدي اخذ الشمس انا واقي عمليا انا عم بصد اشعه الشمس 100%. شو الطريقه الصحيحه وكيف ممكن احنا نقي كمان الجلد 100% من الحروق؟ هلا اذا احنا عم نحكي بالوقت اللي هو بين 9 و11 4 ل 6 الشمس ما بتكون هالقد حامي مزبوط. فما رح تسبب حروق ما رح تسبب سن بيرنز، فبالتالي احنا ما بنحتاج لواقي الشمس بهذا الوقت مزبوط. تمام. لازم تكون اكبر منطقه من الجسم مكشوفه من 4 ل 6 من 9 ل 11 صباحا ومن 4 ل 6 اوكي. لازم يكون احنا مباشره الجلد متعرض للشمس تمام يعني ما في اي ملابس. بس في مثلا أوكي. الاشخاص المحجبات اللي بيغطوا على حالهم برضه بيحتاجوا وهم بالعكس بيحتاجوا اكثر لانه هي بالوضع الطبيعي هي خلال اليوم وخلال الوقت الطبيعي تاعها هي ما بيظهر منها غير ايدها وجهها 100% تمام. هي بحاجه اكثر. فمشان هيك يس انه احنا بنحكي دائما لما يكون في عنا سيده او انسه محجبه انه يا ريت باي مكان مزوي بالبيت كذا انك انت تكشفي عن جسمك مثل كانك على بركه مزبوط. وتحاول انك انت تتعرضي لاشعه الشمس بصوره مباشره تمام. هلا الاستمراريه هي افضل شيء انه لازم يكون الموضوع يعني ولو كان قليل لو نصف ساعه باليوم ولكن في استمراريه. طب يوميا ما في مشكله عادي ما هي الاوقات ما في اي ما في اي مشكله حلو. تمام. هلا هي الفكره انه اللي بيصير انه احنا ما في عندنا زي ما حكينا الثقافه تبعت انه كيفيه التعرض صح. بس يعني في ناس كثير بيقول لك طب انا طول وقتي بالشمس تمام انا قاعد بالشمس انا كذا بيقول لك مثلا هلا فتره الشتاء بيضل قاعد مثلا بالشمس الشمس بالعكس بتكون دافيه لطيفه وزاد نظام تتعرض لها من وراء الازاز هي لطيفه انك تشعرك بالدفء بس هي ما رح تفيدك كفيتامين دي احنا بنحب لانه ناخذ لون يعني بنحس انه احنا عم ناخذ شمس بس هي الفكره الموضوع انه هي ما رح تفيد على صعيد فيتامين دي يعني هذه الاوقات اللي انت مثلا خلينا نحكي اوقات الذروه مزبوط هي الاوقات اللي عمليا ما بيستفيد جسمك من اي شيء عمليا بس بياخذ لون بس بياخذ ولا حتى فيتامين دي بيستفيد منه ولا حتى فيتامين دي. فاذا الاوقات من 9 ل 11 الصبح من 4 ل 6 المساء هي اضبط وقت بدون واقي شمس ما في داعي لواقي شمس حتى باوقات الشوب الكثير بالصيف عادي لما تكون هالاوقات هي ايفن 9 11 4 6 ما بتكونش الشمس يعني هلا بتكون بالعكس يعني الصبح ما بتكونش الشمس رحقت انه هي تزيد هالقد ولا انه يصير في الحار يعني درجه الحراره انها كثير عاليه ونفس الشيء 4 6 بتكون بلشت حده الشمس بالانكسار. شغله ثانيه انه هي المشكله انه هدول الاوقات اغلب خلينا نحكي لنفترض اللي هو الجيل ما بين 20 ل 40 تمام. في هذا الوقت انت اغلب الناس او حتى لل 60 اغلب الناس عاملين بهذا العمر يعني ما في تقاعد من 20 ل 60 او خلينا نحكي من 25 ل 60 طب هم اغلب بهذا الوقت هم بشغلهم نعم 9 ل 11 هو بشغله او هي بشغلها صح 4 ل 6 هو يا بشغله يا مروح مزبوط تمام. فانت بدك تحكي والله بدي اترك وانا مروح خلص وقاعد مثلا اتشمس بالشركه مش مجال تخيل فمشان هيك صح. هي المشكله انه هي كمان مع اللايف ستايل مع نمط الحياه اللي موجود حاليا بيكون هذا الموضوع صعب عشان هيك احنا عم نلاقي نقص فيتامين دي بشكل كثير كبير ومنيح. وفي بدائل اللي هي سبلمنتس وهي الادويه طبعا عن طريق دكتور فقط لا غير 100% خوفا من لا سمح الله انه يصير ما يسمى بالهايبر فيتامينوزس او تسمم الفيتامين يعني مثل ما هو نقصه ممكن يسبب مشاكل صدقا زيادته ممكن تسبب مشاكل كثير كبير يعني الزايد اخو الناقص عن جد بالضبط. طب دكتور احنا بنحكي اكثر عن موضوع الاساسي تبع انه نقص فيتامين د بيعمل هشاشه عظام بدنا نحكي شوي نتعمق في الموضوع أوكي. هذا هلا احنا زي ما حكينا هو نقص فيتامين دي لحاله انه هو يعمل هشاشه عظام لا لكن هو من العوامل المساعده في علاج هشاشه العظام ولكن هاي فكره موجوده بمجتمعنا صح انه فيتامين د صح اكيد فيتامين د بس مثلا لا يعقل زي ما حكيت لحضرتك انه يجيني مثلا صبي عمره 25 سنه يكون عنده هشاشه عظام لا يعقل ولا بس بتصير لا ما بتصيرش ولا ممكن تصير. الا اذا عندها مشكله اثرت على الهرمونات وسبب توقف الدوره الشهريه بس له دخل الكالسيوم بالموضوع فيتامين د مع بعض مش بس هلا فيتامين دي بيساعد بترسيب الكالسيوم بالعظام بالضبط يعني بدون فيتامين دي لا يمكن ترسيب الكالسيوم بالعظام حلو ولكن الفكره الاساسيه هشاشه العظام تمام اذا عم نحكي عن هشاشه العظام الاوليه او البرايمري اوستيوبوروزس هشاشه العظام الثانويه قد تحدث لاسباب عديده جدا تمام لاخذ الكورتيزون لبعض الادويه الهرمونيه لعدم استخدام الطرف اشياء كثير لكن احنا الان هنا عم نحكي عن البرايمري اوستيوبوروزس او هشاشه العظام الاوليه
تنقسم لشقين تمام، بوست مينوبوزل اوستيوبوروزس والسينايل اوستيوبوروزس. بوست مينوبوزل اللي هي الهشاشة العظام ناتجة عن سن الامل اوكي وهشاشة عظام الشيخوخة والتي تحدث بعد سن 70 عند الرجال أوكي. تمام. هلا الفكرة بالموضوع، هاي هشاشة العظام جزء من علاجها فيتامين دي، يعني جزء من البروتوكول العلاجي هو فيتامين دي، لكن في أدوية لعلاج هشاشة العظام طبعا تمام، وهي المين ستي تبع هشاشة العظام تمام. وشيء أساسي لتجنب هشاشة العظام، العظام احنا بنحب نحكي احنا أطباء العظام عندها ذاكرة، ذاكرتها قوية يعني مثل أفيال اوكي وطويلة الأمد. الرياضة إذا أنت حدا بتمارس رياضة ولو المشي لمدة نصف ساعة منذ سن الشباب كثير هذا بيساعدك بسن الشيخوخة تمام. وبننصح حتى الكبار بالسن، يعني أنا ما بيجيني مثلا رجال وسيدات أفاضل فوق سن 70 بنصحهم بقول لهم لو سمحت لو سمحتي بدي من حضرتك أنك أنت تمارس المشي ولو نصف ساعة يوميا. حلو، كثير بيفرق بحيث أنه هو يحافظ على الكتلة العظمية أنها ما تقل بشكل كثير كبير. كثير حلو دكتور، في نصيحة أخيرة حابب تعطيها للمشاهدين؟ أكيد التنين. أنا دائما بحكي أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. علاج الأمور وهي بسيطة وهي صغيرة قبل ما نتركها نتفاقم بيكون كتير سهل، وكتير بيسهل على المريض وعلينا إحنا كأطباء. مزبوط مزبوط. إحنا للأسف لسه عندنا ثقافة إنه خلاص أنا هيني منيح، ليه أروح على الدكتور وأفتح على حالي باب وما أكمل بالكورس تبعي؟ صرت كتير منيح مثلا، أنا خلاص تحسنت من الدواء، أنا أخذت حبتين ثلاثة أنا حاس حالي أحسن. مزبوط. لا للأسف هذا بيرجعنا لنقطة الصفر وللبداية. فيتامين دال بيأثر على النشاط والحيوية، يعني اللي مثلا الناس بحس حالها عندها خمول او كسل بياثر على المود والعصبيه. على فكره مزبوط. وطبعا ما شاء الله احنا بمجتمعاتنا العربيه كلنا معصبين ودائما مش طايقين حالنا للاسف، يعني رح نعمل فحص فيتامين دال. هو ضروري جدا، يعني هو صدقا فيتامين دي من اللي احنا نسميها لايف اسينشال فيتامينز. مزبوط، يعني هي فيتامينات مهمه واساسيه جدا للحياه. أكيد. معناته مشاهدينا يعني في كتير كان أفكار مغلوطة لاستخدام الأدوية يعني بشكل عام، وطبعا فيتامين دال بشكل خاص. وكان معنا دكتور أحمد العموري اللي شرح لنا أكثر عن كيفية استخدام فيتامين دال ونقصه بفصل الشتاء والطريقة الصحيحة لأنه نتعرض لأشعة الشمس. دكتور أحمد شكرا كتير لوجودك معنا لكم. وإن شاء الله نستضيفك بحلقات وأيام قادمة إن شاء الله. وجودك كان شرف كتير كبير لنا. شكرا لك. متابعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.